ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ عجلة ايطالي جاتلي التابعة لشركة بينريلو، هتلاقي هتظهر قدامكم، اللي هي تابعة لشركة بينريلو. شركة بينريلو دي غنية عن التعريف، حاجة هاي ليفل. اخدت العجلة دي وطلعت على جنينة الشلالات عشان فيها مناظر حلوة والطبيعة هناك حلوة، ولقيت الدنيا بايظة خالص ومليطة. ملناش دعوة بحد، لينا دعوة اللي احنا نصوره العجلة. العجلة الجروب اللي عليها حديث، العجلة دي متاحة للبيع لو حد محتاجها. الفريم بتاعها ايرو دايناميك مقفول. العجلة لم تستخدم في مصر غير المشوار اللي احنا طلعنا فيه بس لحد الشلالات. العجلة أداءها مختلف، أداء الإيطالي غير الأداء بتاع أي عجلة عادية، بيبقى أداء مختلف. كل الفريم ايرو دايناميك، حتى الكلب ده شارك معانا الفيديو وكان عاوز يسرق مني العجلة مش عارف ازاي. كوباش صورة، قلب بوتوم براكت. العجلة وزنها خفيف، سبيكة عالية 60/61، الكرسي بتاعها مريح جدا. بعد ما دخلت جنينة الشلالات بصراحة خدت لي لفة هناك برضو، المناظر حلوة زي ما انتوا شايفين. مكان اسكندرية محرم بيه، متاح الشحن لأي مكان.